بداية من اليوم في موجة حارة، لكن احنا ملاحظين ورغم انه قدامنا البيان وعارفين ان في ارتفاع في درجات الحرارة ان احنا بنشوف بعض الرياح اللي موجودة، فبنحس انه الله طب هتقلب تراب، طب هيقوم هوا، طب هتمطر، طب ايه كل دي هواجس في دماغنا. تعالوا نعرف كل التفاصيل من دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية. دكتور منار صباح الخيرات. صباح الخير على حضرتك أستاذة هبة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا نقول بحضرتك. صباح مشمس ولا نقول صباح يعني ممكن يكون محمل بالرياح والغيوم؟ لا، هيبقى في رياح وهيبقى في غيوم وأتربة ورمال مصارة، الله كمان الله، ارتفاع ملحوظ في درجات بس الحرارة. احنا صباح تابعنا من خلال البيان بتاعكم ان في ارتفاع 5 درجات في درجات الحرارة بس. بالفعل النهارده هيكون ذروة ارتفاع في درجات الحرارة، لأن اه متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 40 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده بفعل الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية، كتل هوائية جنوبية مع منخفض جوي موجود في الصحراء الغربية، فبالتالي هيؤدي للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية. الأجواء هتبقى شديدة الحرارة خلال فترة النهار في أغلب الأنحاء، كمان هنحس بالارتفاع في درجات الحرارة فترات الليل، لأن الصغرى فترة الليل هترتفع وتكون ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، فهنحس بالأجواء الأكثر اعتدالا خلال صحيح. فترات الليل. طيب ده بالنسبة مطمنين على نسبة الرطوبة برضه يا دكتور منار؟ هي لسه الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية، فنسب الرطوبة مش مرتفعة بالشكل الكبير. طبعا لو نسب الرطوبة مرتفعة احنا كنا حسينا بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، لكن نسب الرطوبة ما ارتفعتش بالشكل الكبير لأن الكتل معظمها قادمة من مناطق صحراوية، فبالتالي في انخفاض في نسب الرطوبة. بالإضافة كمان إن احنا في سرعات رياح ما بين نقدر نقول 35 إلى 45 كيلومتر على الساعة، نشاط الرياح ده من مناطق صحراويه، فبالتالي قد يكون مثير لبعض الرمال والاتربه خاصه في المحافظات الشماليه، يعني الصحراء الغربيه، السواحل الشماليه للبلاد، الصحراء الشماليه الغربيه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، مدن القناه، المناطق دي كلها هيكون عليها اتربه ورمال مصاره. كمان هيكون في فرص لسقوط الامطار، يمكن هيكون في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه، وهيكون معاها فرص لسقوط الامطار الخفيفه واللي ممكن تكون رعديه احيانا خاصه في ده السواحل القاهرة الشماليه الكبرى يا دكتور؟ الغربيه. القاهره الكبرى ممكن يوصل لها فرص امطار خفيفه جدا غير مؤثر تماما، اللي هيكون رعدي اكثر هيكون في السواحل الشماليه الغربيه ومحافظات الوجه البحري والصحراء الغربيه، ويمكن هو بدا بالفعل خلال الساعات الماضيه في الصحراء الغربيه، ووارد ان هو يتقدم لبعض المناطق من القاهره الكبرى، لكن هيكون خفيف غير مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ذروه الارتفاع كمان مكمله معانا غدا الجمعه ان شاء الله، لان لسه الجمعه كمان العظمى على القاهره الكبرى هتكون 40 درجه مئويه خلال فتره النهار مع استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه. لحد امتى مستمر معانا؟ هو احنا معانا الخميس والجمعه، يعني النهارده وبكره ان شاء الله، مع يوم السبت هيحصل انكسار لموجة ارتفاع درجات الحرارة، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى إن شاء الله السبت المقبل 34 درجة مئوية. كمان نشاط الرياح اللي هيكون موجود يعني مش هتنزل هيكون 6 درجات يوم السبت. بالظبط، يوم السبت هتنزل 6 درجات، ومش هيكون في أي أتربة ورمال مصارة إن شاء الله، لأن الكتل معظمها هتبقى كتل هوائية شمالية، لكن خلاص يعني 34 درجة مئوية برضو أجواء حارة فترة النهار. وكمان احنا تدريجيا مع شهر 6 ودخلنا في شهر 6 نسب الرطوبه تبدا ترتفع، يعني يعني احنا بس نعمل حسابنا دلوقتي لمده 48 ساعه انه في نشاط للرياح والاتربه وفي بالفعل حراره. في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، في نشاط رياح مثير للرمال والاتربه، فعشان كده هننصح كل الساده المواطنين بقدر الامكان لو احنا هنخرج نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، يكون معانا اي غطاء للراس شمسيه او كاب، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وان ازازه الميه تبقى موجوده في ده شيء مهم مهم جدا. جدا. ايوه مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لو احنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق وخاصه الطرق الصحراويه، لان الاتربه والرمال المثاره ممكن تؤدي لانخفاض رؤيه افقيه. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. طبعا نقطه مهمه جدا لازم نتوقف عندها اثرتها دكتور منار غانم، اتكلمت على مرضى الحساسيه حساسيه الصدر، دي من الحاجات اللي هي بتكون مهمه جدا، ولكن هقول لحضراتكم الاجابه عن هذه التساؤلات فيما لها علاقه بمرضى حساسيه الصدر ويعملوا ايه خلال هذه الفتره. طبعا فتره الربيع دي اكتر الفترات الحساسه بالنسبه لهم، بيحصل فيه انسداد انف، ضيق في التنفس في بعض الحالات الحرجه. تعالوا نشوف بس درجات الحراره وتفصيلها ونرجع نتكلم. القاهرة 40 النهاردة والصغرى مسجلة 27 درجة،
كذلك اول سلايد اللي احنا بنتابعه مع حضراتكم، العاصمه الاداريه 6 اكتوبر اسكندريه العلمين الجديده، بنتكلم يعني في رينج 36 40 درجه. بنكمل معاكم نشوف المدن الساحليه كمان، شرم الشيخ تقريبا نفس درجة حرارة القاهرة مسجلة النهاردة 40 28، سانت كاترين مسجلة النهاردة 30 16، في ارتفاع ملحوظ جدا جدا في درجات الحرارة. صعيد مصر بقى بني سويف 40 27، أسوان مسجلة 43، الأقصر مسجلة 42. الوادي الجديد أيضا من أكثر الأماكن اللي بتسجل درجات حرارة مرتفعة مسجلة النهاردة 42 28. تعالوا نتكلم بقى شوية مع دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة ونعرف